اهلا بكم مع مهند بن حوده لسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم هوريكم السياره الوحيده اللي تبقت في الخليج كله تقريبا من الكورفيت الجديده السي 8 موديل 21. طبعا احنا عارفين ان في تاخير شويه في المصانع بسبب الشرائح الالكترونيه، واحنا الحمد لله عندنا واحده لسه متوفره. يلا نبص عليها من الداخل. الكورفيت السي 8 زي ما احنا عارفين هي سياره نادره جدا بسبب طبعا تاخيرات كتير حصلت. الموديل نزل في 2019 او تم انتاجه او الاطلاق في 2019، بعدين دخل علينا يعني كل العالم عارف طبعا الكوفيد 19، وبعدين شويه تاخيرات حصلت والاوردرز كانت بتاخد مده طويله. وحاليا دي السياره الوحيده يمكن زي ما قلت لكم في الخليج موديل 21 مش 2020. لون رمادي ما شاء الله خطير. البريكات الكاليبرز لون اصفر، الرنجات سود، هي زي 51 باكج يعني الفول اوبشن، يعني اعلى شيء في الكورفيت السي 8. ونشوف كمان من الداخل، طبعا هي كاربون فلاش سياره، شايفين السقف كاربون روف، مقابض من الكربون، ده شكلها من الخلف، لون رائع ما شاء الله. الشعار العريق للستينج راي، فتحات التهوية، الكاميرا الخلفية طبعا تظهر رؤيتها في المراية الداخلية، استهلاك البترول، النقاط العمياء على المرايات. الجديد في ال 21 هو اهم شيء طبعا تم اضافته عليها موضوع الاون ستار. الاون ستار طبعا احنا كنا اتكلمنا عنه في سيارات تانية كتير، نزل عندنا في موديلات من البدايه من 21. الواي فاي الاون ستار خدمه متعلقه طبعا بتوصيل السياره بالاقمار الصناعيه، وهي خدمه زي كول سنتر بيدي لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عن السياره او اي معلومات انت عايزها في اللوكيشنز، في مواعيد سيرفيس السياره، حاجات كتير بتساعد طبعا صاحب السياره نعرف عنها كل المعلومات اللي هو محتاجها يوميا لو حب. تمام، شوف من الداخل اللون الزعفراني. هروح اجيب المفتاح وارجع لكم حالا، استنونا بقى تروحوا في اي حته. يلا جبت لكم المفتاح مره تانية. هنا طبعا زي ما انتم شايفين وعارفين المفتاح مختلف عن الموديلات اللي قبل كده، وده شكل السياره مره تانية. احنا شايفين شكل ما شاء الله رائع. طيب نفتحها وندخل ونشوف شوية تفاصيل. مرة تانية بقول لكم دي السيارة الأخيرة عندنا المتاحة الوحيدة موديل 21. ده شموه من الجلد ستينج راي، قد تحكم في الهيد اب ديسبلاي، كاربون فلاش. هنا كمان كانتارا ستيرنج لون زعفراني جميل ما شاء الله. سقف كمان شموه وكانتارا. هنا الاون ستار اللي قلتلكم عليها، كمان الهيدروليك موجود زي ما انتم شايفين، تحكم في المود. شوفها من الداخل وهي شغالة،
دي رؤيه الكاميرا الخلفيه تظهر في المرايه، اتحكم فيها طبعا، افتحها غمقها تعمل زوم ان او اوت، ممكن تطلعها فوق تنزلها تحت. هذا طبعا الرؤيه ورا، نشوف كده رؤيه ورا فعليا ما تبينش كتير غير باستخدام الكاميرا بتاعتها، وهي اتش دي واضحه جدا طبعا. ده العداد الديجيتال، اتحكم في المودز هنا، لف نوب، شايفين تفتح التراك مود، تورينج مود، كله بيتغير عندنا زي ما انتم شايفين. ده التراك ده بيغير طبعا اداء السياره وصوت الانجن وصوت الاكزوست، كله بيتحكم فيه كمان من الشاشه، الشاشه الرئيسيه بتاعتنا مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو ووايرلس تشارجر للتليفون. سيارة جميلة ما شاء الله، اللي هتكون من نصيبه بقى هنشوف مين فيكم، عشان مرة تانية وأخيرة دي آخر سيارة متوفرة في الخليج كله موجودة في بن حمودة للسيارات. كل ما عليكم فعله تتصلوا على مهند 050-516-3525 بن حمودة للسيارات في أبو ظبي بالعين، وأهلا بكم.